السلام عليكم. زار البارحة والي ولاية العاصمة مقر الجديد للمجلس الولائي لابيوي للجزائر العاصمة والكائن في بلدية المحمدية، وإن شاء الله وهنا نشوف يعني الشكل الجميل تاع البناية هذه اللي تراعي يعني الطابع العمراني العربي الإسلامي الأندلسي الجزائري الذي يعني تراكم في موروث العمراني للجزائر منذ 5 أو 6 قرون مضت. والآن نشاهد يعني هذا الطراز المعصر يعني فيه نوع من الحداثة، نتمنى إن شاء الله بنايات من هذا النوع تعم الوطن. والسلام عليكم. Thank you.